ما احنا مش هينفع ننكر كل الفضل عشان سقطة. انا بقول ان دي سقطة مش جريمة، سقطة من مجلس النقابة انه حاجة زي كده تيجي. التبريرات اللي بعد كده بقى انا كنت اعرف او ما كنتش اعرف، دي ترجع للاشخاص اللي بيبرروها. انا كصيدلانية حرة ما اقبلش على نفسي ان انا اسكت على وضع زي كده، فعشان كده انا قدمت استقالتي من المجلس. انا ولا حضرت الاجتماع التنفيذي او الاعدادي المسبق للحفل، ولا حضرت الحفلة. مش عشان انا كنت اعرف، انا لو كنت يعني انا ما كنتش اعرف ان في شروسي او ما فيش شروسي، يعني انا في عضو مجلس نقابه سياده الاسماعيليه ما كنتش اعرف، بس انا ما حضرتش الاجتماع. ومع ذلك قلتي، يعني مع انك كان ممكن تقولي انا ما اعرفش حاجه وما حضرتش، بس انت وجدت الزاما عليكي انك لازم تقدمي استقالتك بعد هذه الفضيحه. انا عندي التزام ادبي وسياسي واخلاقي ناحيه زمايلي، ما هو اللي في النقابه زمايلي، واللي في الشارع فاتحين صيدليات ومش عارفين يبيعوا من موقف زي كده زمايلي، واللي معايا في المجلس زمايلي. فانا مش ايه وجه يعني ايه اللي خلاكي الاستياء عندك زاد جدا؟ هل جات لك تعليقات؟ جات لي لوحدي انا جات لي على صيدليتي في الاسماعيليه تعليقات على السخافه دي. امال بقى زمايلي اللي هم ومحدش يعرف ان انا عضو مجلس او النقابه او لا، من الشعب العام. جات لك تعليقات من الناس على صيدليتك؟ طبعا، لان المنظر ده مش نزل على صفحه النقابه، المنظر ده انا عن نفسي ما اكتشفتهوش غير لما شفته على الصفحات بالزبط. المواقع التواصل الاجتماعي. ما هي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. هم لما النقابه لما نشرت يا فندم، نشرت زي ما الدكتور حسن بيقول، نشرت صور الخريجين والناس اللي بيكرموهم المحافظ والنقيب العام والكلام ده، لكن ما نشروش الشو دول لان هم بيقولوا ان هو مش متعارف عليه. انا عندي استعداد ان انا اقبل. انا هقبل دلوقتي مع حضرتك ومع الساده الضيوف انه الدكتور صفوت والمجلس الموقر ما كانش عنده فكره بالموضوع. طب هل بعد ما شفت الموضوع ده، اول ما شفته كده يا دكتور، يعني انا ربنا الاعلم بحترم سيادتك قد ايه دكتور صفوت، وبحترم الناس اللي معاك واشتغلتوا معايا واشتغلت معاكوا وبقدركوا، وده موقف شخصي. انا بوضح ان استقالتي دي موقفي انا الشخصي تجاه نفسي وتجاه الناس اللي انا اعرفهم. انما لما نزلت الرقاصه ورا البانر ما نفكرش، ما امسكش الميكروفون اللي كرمت بيه زمايلي اقول ستوب. اهو دخل الشو ودخل الشو روسي اهوت والبهجه زادت اهو. ايه يا فندم، احنا كنا عاملين قبل كده مؤتمر صيادله الاسماعيليه الاول في قصر الثقافه، وكنا جايبين حفله الموسيقى العربيه. هي دي مش بهجه؟ بس بهجه محترمه، انما دي بهجه قذره، سوري في اللفظ. نحن قذره.